بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شرح جديد ازاي توثق حسابك على تروكولر. طبعا ده اصدار معين عشان يوثق حساباتك. لو نزلت الاصدار جديد مش هيوثق اي حساب ليك. الاصدار ده موجود اللينك اسفل الفيديو. قبل ما نبدا الشرح متنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك تحت الفيديو. تعالوا نفتح التطبيق. اول حاجة طلب مني اللي هو رقم التليفون بتاعي علشان اتأكد بيه. طبعا كتبت الرقم التليفون بتاعي. تعالوا هنا للصفحة المهمة اللي هو هنا تكتب اسمك الاول وهنا اسم الاخير اللي هو اللقب. هنا اسم العيلة. تمام. هنا تكتب الجيميل بتاعك. هنا تسجل بالفيسبوك. انت مفروض هتعمل الاثنين. هتكتب اسمك الاول شرط ان يكون هو نفسه اللي موجود على الجيميل وكذلك موجود على الفيسبوك. كذلك الاسم الاخير او اللقب هو نفسه اللي موجود على الفيسبوك وموجود على الجيميل. بعد ما تسجل دخولك على تروكولر هتسيب الاكونت ده يومين. يومين بالظبط هيفتح معاك توثيق. لو انت رنيت على اي حد وحد عنده برنامج تروكولر هيظهر اسمك زي ما انتم شايفين. تعال مسح الاسم. هيظهر اسمك هنا وجنبه علامه صح الزرقاء. كذلك اسمك هنا وجنبه علامه صح الزرقاء. الطريقه شغاله مفيش فيها اي حاجه خالص. كده شرح انتهى. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وشير. أشوفك في حلقة جديدة إن شاء الله.